Can you present yourself in Arabic? ما اسمك؟ من أين أنت؟ أين تسكن؟ كم عمرك؟ ماذا تعمل؟ ما هي هوايتك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. ما اسمك؟ ما اسمي أحمد. اسمي أحمد. من أي بلد أنت؟ من أي بلد أنت؟ أنا من المغرب. أنا من المغرب. وأين تسكن؟ وأين تسكن؟ أسكن في مدينة باريس بفرنسا. أسكن في مدينة باريس بفرنسا. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ أنا طبيب. أنا طبيب. هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ نعم أنا متزوج. نعم أنا متزوج. هل لديك أطفال؟ هل لديك أطفال؟ نعم لدي طفلان. نعم لدي طفلان. بنت وولد. بنت وولد. كم عمرك؟ كم عمرك؟ لدي 35 سنة. لدي 35 سنة. هل تتحدث اللغة العربية؟ هل تتحدث اللغة العربية؟ نعم أنا أتحدث اللغة العربية. أتحدث أيضا الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية. ما هي هوايتك؟ ما هي هوايتك؟ هواية السباحة. هواية السباحة. وأحب القراءة أيضا. وأحب القراءة أيضا. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه أحمد. هذا الرجل اسمه أحمد. هو طبيب. هو طبيب. لديه 35 سنة. لديه 35 سنة. لديه طفلان. لديه طفلان. بنت وولد. بنت وولد. أحمد يتحدث 4 لغات. أحمد يتحدث 4 لغات. اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية. هواية أحمد السباحة. هواية أحمد السباحة. هو يحب القراءة أيضا. وهو يحب القراءة أيضا. And you, can you present yourself in Arabic? Let's try. ما اسمك؟ من أين أنت؟ كم عمرك؟ أين تسكن؟ ماذا تعمل؟ ما هي هوايتك؟ أراكم قريبا. إلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة Arabic with Nawal.